عليكم الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله باذن الله. كيف ما كتشوفوا اليوم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله. اليوم جيت نوجد معكم واحد الحريشه، يعني حرشه كبيره معمره. المهم الاختراع ديالي اول مره جربتها وزقت لي، قلت والله تنجربها نبارطاجيها مع الاخوات ديالي ان شاء الله باذن الله. يعني ماشي غير مسمن اللي يكون معمر ولا المخمار ولا حتى الحرشه، معمره ان شاء الله تكون. وعلى بركه الله عندي هنايا، انا هنايا كيلو لارب ديال السميده الحرشه، حيت حسب مقله عندي كبيره انا شويه. المهم على حسب المقله ديالكم نتوما تختاروا شحال ما بغيتوا الكميه. انا عندي هنا كيلو لارب السميده، غنحتاج معاه الزيتون كحل، بصله كبيره، يعني خليتها بالقشور هكا باش غادي نوريكم ان شاء الله واحد الوصفه يعني اللي بغاها، يعني اللي بغاها المهم يخليها لي في الكومونتير ان شاء الله. عندي هنا فلفله حمراء وخضراء اختياريه، حيت كانوا هاد الجوج كانوا عندي غادي يضيعوا لي وانا نقول راني نديرهم حتى هما. المهم اللي كان عندنا نديروه، زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه غنديروا الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الحار، واحد الضامه ديال البنه ديال البقري، الثومه بودر، بصله بودر، وهذا الخردل مطرد واحد معلقه صغيره ان شاء الله. المهم هاد المسائل هادو اللي كتشوفون، هاد العطريه شي النص غنديروه في العماره والنص غنديروه في الحرشه ان شاء الله باذن الله، نبسبسو به الحرشه. المهم هانتوما معايا ان شاء الله حتى الاخر. اول حاجه غنبداو بها هي غنقشرو البصيله ديالنا، غنحيدو هاد القشور هنا. كان يعني هاد انا ركزت على هاد القشور نوريه لكم ان شاء الله باذن الله. غادي نشارك معكم واحد وصفة، يعني كما قلت لكم جمعوا هاد القشور ديال البصله، غنجربو غندير به واحد الوصفه ان شاء الله باذن الله، حتى ندير فيديو خاص بهاد المهم. غير من دابا جمعوا القشور ديال البصله ما ترميوهش، راه مفيد جدا جدا جدا. المهم انا قشرت البصيله ديالي، انا كون ما كنقشرش بصيله كنجمعها في الطويصه يعني وكنغطيها ونديرها في الثلاجه، كون ما كنحتاجها كنجبدها. دابا غادي انا نقيت البصيله ديالي غنغسلها ونرجع معكم. المهم انا غادي ما كاين لا قراده لا والو، غادي ندير بزربه حيت تنزرب عليها مشى الحال على حساب كاسكروط. غادي ندير نقطع البصيله ديالي هكذا، يعني ناخذ المقله اللي غنطيبوا فيها الخطره، غادي نشلطوا فيها البصيله، يعني اختاروا كيف ما بغيتوا قطعوا، قطعوا نتوما ليكم الاختيار. المهم غير ما تحكوهاش وما تجيش رقيقه بزاف وصافي، قطعوها شكل طولي، قطعوها مربعات رقيقه هكذا. البصلة تبارك الله راه انا عندي كبيرة، اللي عنده هكا بصلة صغيرة يدير هكا جوج ولا ثلاثة. المهم كيف ما قلت لكم على حساب الطاوة ديالكم اللي غتهز ليكم القياس ديال السميدة. انا نبقى على هاد البصلة نقطعها ونرجع معاكم. هاهي البصلة ديالنا من بعد ما قطعناها، دابا غادي ندير فيها غي الزيت، تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون. اللي ما عندها زيت الزيتون دير الزيت العادية، وخا هاد الوصفة كتبغي زيت الزيتون، المهم على حساب المستطاع. هادي يعني وصفه اللي بغيتو ديروها للعشاء مع بريرات ديالها تاي ولا كاسكروط. المهم كاسكروط وعشاء كلشي مخلط هنا ان شاء الله باذن الله. نضربوا هاد الحرشه معمره عاد نقلبوا على العشاء، ممنوع على العشاء. ديروا شويه ديال الملحه كثروش بزاف. دابا غادي نغطي عليها ونخليها حتى تنزل شوي شويه على ما نقطع الفلفله، عاد داك الساعه نرجع معكم. دابا من بعد ما درنا البصله ديالنا كتشحر، غادي نقطعوا حتى الفلافل ان شاء الله اختياريه، اللي بغاها اللي ما بغاش يكتفي غير انا كيف ما قلت لكم هاد النصيصات كانوا غادي يضيعوا عندي، علاش نخليهم يضيعوا، نقطعوهم بحال هكذا مربعات، نقطع حتى هاد الحمراء ان شاء الله، تيعطيو حتى المذاق زوين كيعطيو في. المهم غير قبلوا على هاد الحريشه ديال الزربه ان شاء الله وصافي. على هكذا دابا غادي لما تشحر شويه البصله عاد غادي ننزلها فوق منها. من بعد ما قطعنا الفلفله ديالنا دابا انا نقطعوا هاد الزيتون، نحيدو يعني منه العظم. هاد الزيتون راني دابا نشاركو معكم، راه وجد تبارك الله، راني حطيت لكم واحد الفيديو، غنحط لكم ان شاء الله واحد الفيديو مصوبه فيه الزيتون ان شاء الله باذن الله. كي كنديرونا يعني كنديرو نصوبو الزيتون، هذا الزيتون راه ديال الدار ماشي مشري، هذا راه مصوبه انا هو شحال هذا ديال البلاد، كيجي غزال كيجي، واللي ما عندهاش تشري. المهم هاد الوصفه خصها زيتون كحل ماشي زيتون خضر. دابا نبقى نقطع هاد الزيتون غير بيديا، يعني غير نقسموه هكا وصافي، طايب وحلو غزال ما شاء الله.
الصيده ديالنا راه كتشحر. دابا غادي ندير عليها الفلفل ان شاء الله. وهنا معكم الصيده ديالنا، دابا غادي نزيد عليها هاد الفلفل ان شاء الله. خليو حتى يقربوا يطيبوا ان شاء الله باذن الله، يعني طيبنا بالصوص الفلفله. عاد غادي ندير لها داك العطريه وداك الشيء ان شاء الله. دابا درت لها غير مليحه وزيتها باش كتشحر. نخليوها طيب. دابا من بعد ما وجدنا الشرموله، حيت الشرموله خاصها تبرد ان شاء الله، راه كتوجد. غادي ندوزو دابا ان شاء الله نديرو المقادير ديال نديرو هاد نص خماره، غير نص خماره وشي معلقه صغيره باش نهزو العطريه ديالنا. غنديرو يعني ربع معلقه كبير ديال الثومه بودر، ديال البصله بودر، وهادي ربع معلقه ديال الثومه بودر. ديروا معلقه ديال الموطارد، غنديروا يعني هاد النص ديال الضامه غنقسموها في على زوج، نص ربيع غنديروه هنايا وربيع غنديروه في الشرموله ان شاء الله. بالنسبه للعطريه غنسالا نديرو غير شويه ديال البزار، اي شويه، اللي كيبغي داك اللسعه ديال البزار يدير، ما شي مشكل. والملح على حسب الذوق، يعني ما تكثروش الملحه، راكم عارفين المطارد مالح وكنور مالحه، الزيتون، المهم كاع المقادير اللي عندنا راهم مالحين. غندير واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون ان شاء الله. بسم الله، دابا غادي نخلطو هادشي كامل مزيان. دابا غير غادي نبسبسوها ونخليوها باش تدخل فيها داك المكونات على ما طيب لينا الشرموله ان شاء الله. عاد غادي نشكلوها صافي، نبقاو على هاد الطريقه ان شاء الله حتى نبسبس العجينه اللي عندي مزيان، هاد السميده اللي عندي مزيان، ونرجع معاك. دابا بعد ما تشحرت لينا يعني كيف ما قلت لكم العطريه اللي درنا في يعني في السميده، غنديروها هنايا ثومه بودر وبصله بودر. واخا عندنا بصله، المهم ديرو داك الربيع ديال الطامه ديال البقري ان شاء الله، واللي بغيتو ديال الدجاج ولا البقري اللي عندكم، شويه ديال البزار، ونديرو السودانيه اختياريه اللي بغاها، المهم تجي زوينه السودانيه. غندير واحد شويه ديال الملحه حيت جاتني السوسه، غير جربوا هاد الوصفه والله حتى كتجي غزاله ما شاء الله. غندير واحد المعلقه ديال الموطار، صافي، وغادي نخلطو دابا الكل جيدا. طيب لينا يعني البصله ما بغيناش تبقى يعني خوكو، حنا بغيناها تجي يعني طايبه مزيانه، ما تجيش كتغزغز. طيب مزيان ان شاء الله، وهنا معاكم ان شاء الله حتى طيب، ونزيد عليها الزيتون ان شاء الله، ونكملوا التتمه ديال الفيديو ان شاء الله. انتم معايا ما في حتى بلاصه خالص. ها هي العماره ديالنا من بعد ما طابت، شوف كيف كتجي البصله يعني كتبان. غنزيد عليها داك الزيتون، تبارك الله داك البصله واخا كبيره ملي كطيب ما كيبقاش كتبان البصله، يعني داكشي كنقول نكثروا البصله. المهم نخليو هذا على جنب، دابا ناخذو السميده ديالنا. بسم الله، بالنسبه للسميده تبان ليكم هكا حميمره شويه، داك الزيت اللي بقات لي في الشرموله يعني زيت بزاف، زيت تخويته هنا وزيت بسبست بها مزيان، كتعطينا حتى داك النسمه ديال الفلفله. بسم الله، غادي نديرو العجينه ديال الحرشه ديالنا عاديه كيف ما في كنديروه. نخلطوها وغادي نقسمها على نص نص، غنديرو في الطاوة على ما ندير الشرمولة، والنص غادي نغطي بهم فوق من الشرمولة ان شاء الله. يعني بعد ما ديت الطاوة ديالي المقلة ديالي اللي غنطيب فيها، يعني المقلة طيبة، هادي مقلة ديال الحرشة دهنتها بالزبدة ورشيت عليها شوية ديال السميدة. بسم الله، دابا غادي ناخد نص ديال الكمية ديال السميدة، نقادوه وغادي نطلقوها مزيان على الطاوة
حتى نطلقوها ونرجع معكم. هي الحريشه ديالنا من بعد ما طلقناها. يعني بالنسبه للحشوه اللي بغى يزيد فيها الطون يزيد، اللي عنده فرماج هكا يزيد مع فرماج احمر، انا ما متوفرش عندي، درت داكشي اللي متوفر عندي. حنا قلت لكم داكشي هي الزربه واللي موجود. دابا غادي نوزعوا هذا العمار على الحريشه ديالنا هكا. المهم هذه بيتزا ديال الحرشه سميوها بيتزا ديال الحرشه، مازال ما عرفتش شنو غنسميها. المهم ما عرفتش شنو نسمي، شنو نحط عليها في العنوان، ما عرفتش. المهم انتم من تفرجوا، انا غادي نحط العنوان، ومن تفرجوا ان شاء الله وتسالي وقولوا لي واش العنوان هو هذاك ولا لا نسين الاراء ديالكم في الكومنتات ان شاء الله. حال هكذا عندي كوكال الفرماج ترشيها كان فوق، ولكن ما موجودش ماشي مشكل. دابا غادي ناخذوا داك السميده اللي بقات لينا ديالنا عاوتاني، وغادي نوزعها على العجينه ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. وها هي الحريشه ديالنا من بعد ما زدنا عليها داك، يعني زدنا عليها داك من الفوق، العماره من الفوق، العجينه الثانيه صافي دقينا عليها، رشينا بشويه ديال السميده وشلنا عليها البوطه، ودابا نخليوها طيب ان شاء الله حتى طيب ونرجع معكم ان شاء الله في الطبق النهائي. الحريشه ديالنا من بعد ما كطيب كتجي غزاله بحال هكا، كتجي حمراء يعني بحال كيف من التحت كيف من الفوق، بحال كتجي محمره، كتجي غزاله راه باقه سخونه ورطيطه هشيشه، كتجي غزاله ما شهيتكم فيها. ما تخافوش كاع من العماره زعما الا تقولوا تخرج ولا شي حاجه، ما تخافوا حتى حاجه، كتجي فنه واحد الريحه واحد النسمه طالعه غزاله طالعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها وبصحتكم وراحتكم. هانتوما شتو كي كتجي، كتجي غزالة، كتجي معمرة من الداخل، كتجي فنة.